دخلت الجامعة العامة التونسية للنقل المنطوية تحت اتحاد عمال تونس في إضراب مدته 3 أيام بسبب ما اعتبرته تهميشا وتجاهلا لمطالبها المهنية من قبل الإدارة العامة لشركة نقل تونس وسلطة الإشراف. الإضراب هذا نحمله أنا شخصيا والخدامة الكل نحمله لسلطة الإشراف ولوزارة النقل والإدارة العامة متاعنا اللي هي معناها ما قبلتش الحوار مع مطالب باش ما تفاوضاتش وما قبلتش الحوار باش تفض المشكلة هذه. طلبات هذوما طلبات مهنية ماهيش طلبات مادية وماهيش تعجيزية ما فيها حتى شيء. عندنا كيس دو بريفيونس مقصوصة صندوق الحيط هذا مقصوص من 2007 ما نحاوهمناش 25,000 يقصوا فيها كل شهر على الخدام. وين ماشية الفلوس هذيك وقت اللي هو منحي الصندوق هذا؟ عندنا طب متعاقدين معاه تمشي له يقول لك ما نداويلكش. انت خويا عليه ما تداوينيش اجي نجيب لك بونو من الشركه وكذا. هاي بونوات الشركه نتاعك ماهيش خالص. ويعيش اعوان شركه نقل تونس ظروف عمل مزريه للغايه في ظل تجاهل تام من قبل كافه السلطة المعنيه التي جابهت مطالبهم المتمثله اساسا في اسناد منحه الخطر لاعوان الاستغلال والفنيين وتمتيعهم بترقيتهم حسب الخطط الوظيفيه التي يشغلونها حاليا واحترام الاداره القانون الاساسي للمؤسسه عامه بالمماطله والتسويف وسياسه المكيالين. كل عون عنده حق باش يتعدى يوصل لمرحلة 10 سنوات عنده حق باش يترقى باش على الاقل يعمل اي ريكروتمون تدخل الشركه من حقه عليها تمرض سكر عليه انه يلزم معامله معناها مش يعدي الكارير وكامل سائق قابض هو مش كيمشي يرقوه مش يرقلوه من سائق يولي سائق اول هذه ما حتى في ستاتيو ما فماش ما نحكوش على المعدات وعلى النقص فهمتي وعلى الاشكاليات الاخرى ظروف العمل فهمتي صعيبه ياسر 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 معناها بشكل انه معناها تصورتي واحد يجي يخدم لان يخدم ثلاث اربع كراس باش يخرج بهم باش ينجم ينسق يكمل الدوره نتاع العمل نتاعو كامل. فإلى متى سيتواصل هذا التهميش؟ وما هي سبل الكفيلة بدعم وتحسين القطاع وجعله ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني؟